مش معناه كده الحرب، مش معناه رن عايز انا عيلان انا بابا وصلت انا بابا ساعه حوالي اكتر من ساعه انا بابا ده بيطلع منه ايه؟ بيلي طبعا كده مش بس الوزراء طبعا موجود الموظفين الموجودين جوه والعساكر اللي موجودين جوه نزل لهم امدادات عربيه مشحونه يعني بالاف الاشياء حضرتك يا استاذ هل هم ياكلوا كل الحاجات دي؟ هل هم يستخدموا كل العصائر دي كل الكنزات دي؟ مش عايز ياكلوا ياكلوا ويشربوا بس ما ياكلوش الكميات دي كلها يعني عايز يجيبوا لك شويه منها انا اطلاقا احنا انا وجابوا لي عميق انا ما اخدش منهم دول بيحموا النظام بيحموا النظام الحاكم العظيم نظام المجلس العسكري جاي لك تاني بس جاي لك تاني مش عاجبه يا راجل قول له بتاع الكنتين انت بتشربوه ولا بتعتبوه علينا ولا ايه؟ الكويت دوت اقناع واقية والشيبسي بقى ده متفجرات شيبسي متفجرات؟ طب انت اسمك ايه بقى؟ بقول لحضرتك يعني حضرتك جايبه بقى عشان لما تتضرب القنابل نلاقي حاجة يعني اصل البيبسي بيبوظ المفعول ايه ولا عزمنا مش حاجه لينا طيب ماشي ليه شكرا تعالى يلا انت مش انا اسمي مالك العسال فن جراحه من ضمن فريق الطب اللي في المستشفى الميداني انا دلوقتي واقف جنب التوابيت اللي انا واحد من الناس من الشهداء عليها التوابيت ديت هي مش نفس العدد الموجود اللي احنا شفناه لكن احنا دلوقتي بنتكلم وبقول الشهاده بتاعتي اللي لازم تدخل التاريخ ومش لازم تدخل التاريخ فقط لا غير لازم الكل يعرف ان اللي حصل في المجلس العسكري دوت كان مقصود احنا مات حوالي 87 واحد انا شفتهم رأي العين انا كنت في مستشفى عباد الرحمن اللي لقبوها بمستشفى خط النار اللي كانت اللي تم قصفها كذا مره وغير قصفها كذا مره تم الاعتداء عليها من قبل الجيش واحنا قلنا ديت مستشفى هناك ودوت احنا ما كناش قادرين نعمل اي شيء غير لما اتضربنا بكنابل الدخان واحنا هناك بالكنابل دكتوره مننا ماتت يعني الدكتوره رانيا فؤاد هي موجود احنا مكرمها هنا حاطين صورتها على النعش الدكتورة رانيا كانت معانا في مستشفى عباد الرحمن كانت من ضمن المجاهدين اللي طلعت عجبها وما كانتش خايفة هي دلوقتي في نكرمها وحاطين صورتها على نعش لكن انا اقدر اقول حاجة النعش دوت
مش تكريما لها فقط او اخلادا لها فقط، لا ده اخلادا لذكرى الثورة التي لم تكمل، ونحن سنظل واقفين حتى تكمل، حتى لا يروح كل من مات هدر. ما ينفع من وجهة نظري في حاجتين، هما بيقولوا ضرب عشوائي، لكن مش معقولها ضرب عشوائي يتم ضربها 4 مرات ورا بعض. هو المقصود منها ان احنا ما يكونش في مستشفى ميداني، من المقصود منها ان يتم اخلاء مستشفى وما يتمش علاج الثوار دول، لان هما في فيديوهات حقيقية ليهم كانوا بيقتلوهم وكانوا يلقون في صفائح القمامة، والفيديوهات ديت ما جاتش من عندي، جت من لدى قنوات بتصور معاهم، فدوت اكبر دليل على ان هم خاينين للوطن وعايزين الناس تموت. مع ان انتوا مسكتوا عسكري لما حرفتوه عربية اسعاف حفاظا على روحه، يعني احنا مش مسكنا عسكري، انا حضرتك مسكنا امين شرطة تم الاعتداء عليه من قبل الناس ان هم ضربوه. انا مش عايز اقول لك غير الطبنج كان معاه 20 طلقة، ال20 طلقة والسلاح بتاعه الميري، تم تهريبه، هربته ووديته المستشفى المنيرة، قمت رجعت جبت السلاح بتاعه وألقيت بال20 طلقة في النيل واديته السلاح بتاعه علشان ما يتضرش. ده أكبر دليل على نوايتنا الحسنة، وده أكبر دليل إن إحنا ثوار حقيقيين، ومش بنعامل السيئة بالسيئة، لا إحنا بنعامل السيئة بالحسنة، هي دي أخلاق الثوار. وأنا سائر، وإذا كنت غير سائر كنت أعمل أي شيء غير كده، لكن أنا دلوقتي واقف هنا وسأصمت دقيقة حداد على روح الشهداء دول. العفو.